قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم معناه التعلم من أهل المعرفة ليس معناه مطالعة الكتب مطالعة الكتب لا تكفي بل لا بد أن يتعلم من شخص عارف ثقة تعلم ممن قبله وذلك الذي يكون قبله حتى ينتهي هذا التسلسل إلى الصحابة الذين أخذوا العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل انه لا بد من ان يكون علم الدين اخذ من ثقه اخذ من غيره اما الذي لا ياخذ من اهل المعرفه انما يشتري كتبا فيطالع فيها هذا لا يكفيه لنجاه نفسه هذا ما اسقط الفرض عنه ان بقي على هذه الحال يكون عاصيا فاسقا في هذا الزمن كثير من الناس يطالعون او يتصفحون الانترنت ولا يتعلمون من اهل المعرفه علم الدين بسند متصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام انما يشترون الكتب وينظرون في الانترنت وعلى حسب فهمهم يتصورون المسائل ثم يفتون لغيرهم هذا خراب عريض احبابنا الكرام لولا السند لقال من شاء ما شاء فلذلك لا تاخذوا العلم من الذين لم يتعلموا العلم مشافهه من الثقات وبسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين